السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من لقمه هنيه. الاثنين كالعاده اول يوم مع حضراتكم على الهواء مباشره. النهارده اكله سمك كالعاده كل اسبوع، يعني بنعمل اكله سمك بتمشينا طول 7 ايام. لو حبينا طبعا في نص الاسبوع نعمل منها براحتنا نعملها النهارده بالهلا والشفا. بحاول دايما ثبت يوم الاثنين في اكله السمك نعمل طبق واثنين وثلاثه واربعه، بحيث ان يبقى معانا فتره الاسبوع كلها في اكله نعمل احنا عايزين نعملها، عايزين نعملها كلهم وماله. طيب، سمكات دراك لطيفه، تقطع جزل، تتبل، تتحمر، تتعمل طاجن بطريقه حلوه جدا وبخلطه جديده، كرفس وكزبره خضراء. هنشوف بتعمل ازاي. الطبق الثاني عندي سمك بوري، هنعمله بالرده بخلطه لطيفه جدا كده تكون سبايسي شويه، معموله بشكل بيتي بشكل حلو، هنشوف بتعمل ازاي. الطبق الثالث عندي طبق مقدم لحضراتكم من كنور فاين فود، طبق الرز بالجمبري، هنشوف بتعمل ازاي. وكمان عندي الطبق الرابع الاخير للي ملوش في كل الكلام ده كله، ولو حد اطفال او حد ملوش في السمك الكبير والفرن والصينيه، هنعمل باستا بالمشروم مع الفلفل الالوان مع السي فود مع المكرونه البني. على ما اعتقد 4 اطباق اسهل من بعض. هنطلع فاصل ان شاء الله، نرجع من الفاصل نفتح تليفونات ونعيش اكله سمك بعد الفاصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب بقولكم يا شباب، انا مش سامع مزيكا ولا سامع انت ولا حاجه، انا كده سامعش غير صوتك انت بس. المهم، كنا قبل الفاصل بنتكلم النهارده مع حضراتكم على اكله سمك. كل اسبوع كل يوم اثنين مع حضراتكم على الهواء مباشره بنعمل اكله سمك مختلفه، طبق واثنين وثلاثه واربعه، والهدف منه ان احنا ما بنعملش غير مره واحده سمك في الاسبوع، يعني 4 في الشهر. وكمان كل طبق بنعمله مختلف عن التاني، وبنراضي او بنحاول دايما نكون شايفين كل افراد الاسره. في بعض الناس تعرف السمكيه الدراك دي او تقدر تاكلها، في ناس تقول لك والله ماليش في البوري المشوي، في حد يقول لك انا اخر حبه باستا، في حد يقول لك لا ماشي مقالي. فبحاول دايما اجيب من كل حته او كل حد بيحب حاجه نعملها بشكل يكون بسيط. هعيد المنيو مع حضراتكم تاني. عندي سمك بوري لطيف جدا، هعمله بالرده، يمكن ده غالبا هيبقى اول طبق نشتغل فيه عشان بياخد وقت في التسويه. والطبق التاني عندي سمكيه دراك، هنعملها بورق الكرفس مع كمان الكزبره الخضراء غير الخلطه بتاعت التحمير. والطبق التالت هيكون مع حضراتكم مقدم من كنور فاين فوز لحضراتكم، الرز معمول بمكعبات المرقه مع الجمبري. وعندي كمان طبق باستا معمول بالفلفل الالوان مع المشروب مع المكرونه البني مع السي فود المشكل. طيب، انا كنت في الفاصل بطحن حبهان وورق غار وقرنفل وفلفل حصى، وكل حبه الشكلات الحلوه دي بفرمها كده. حماده بص عليها، هي دي شايفها، دي حاجه غير طبيعيه ريحتها، يعني تمشي معايا كل حاجات الاكل كلها، فراخ لحمه سمك ايا كان الموضوع. بهارات لطيفه جدا ونفسها كويس جدا، ولكن بنفرمها وبشيل منها القشر. ده القشر بتاعها اهو، بص كده حماده، ده القشر بتاع الحبهان اهو، والبذور هي اللي بتتفرم، وباخد القشر ده بحطه عندي يمشي في مرقه، يمشي معاه في اي حاجه تانية ما عنديش مشاكل فيها خالص. طيب، هنتبل دلوقتي احنا السمك البوري وهنعمله واحده واحده. وعندي الاول الفرن بتاعي سخن جدا، لو عندك صاجه في الفرن يبقى زي العسل، ما عندكيش مش مشكله، الفرن الصينيه بتاعته او الفرن نفسه هيمشي الحال. طيب، تبلتك عباره عن ايه؟ عندي تبلتين. التتبيله الاولى بتبل السمك وهو ناشف كده من غير ما احط له لسه اي دقيق او بقسماط او رد او اي شيء، بتبله الاول هنا، وبعد كده ببدا ادخله على الرده وبدخله على الفرن. في تتبيله ثانيه نعملها مع حضراتكم برده بالكبه او بتكون مفرومه، ميه البصل وميه الطماطم والفلفل والكزبره والبقدونس والحاجات دي كلها. طيب، ايه اللي هنعمل دلوقتي؟ هنجيب اول حاجه عندنا حبه ملح. بسم الله، هتبل السمكيه بتاعتي وش وظهر وهي لسه كده موجوده قدام حضراتكم فريش، اهو سمك بوري بسيط جدا، حلو الكلام. طيب، وعندي كمان حبه كزبره ناشفه اهو، ده لسه احنا ما عملناش حاجه، تبل الحاجه من دلوقتي. وحبه كمون كده اهو، ماشي الكلام. وسنين شطه، تمام لحد كده تمام. وعندي كمان حبه بهارات سمك من عندي كده، وحبه الحبهان على ورق الغار والقرنفل والحاجات الحلوه دي كلها. شايف المنظر يا حماده؟ اهو السمك فريش وواضح وبسيط جدا، تمام لحد كده، تبلنا وزي الفل. طيب، هنيجي دلوقتي عشان نحط الكلام ده كله يمسك مع الرده، وارد ما يمسكش لان مفيش ميه، تمام.
هنجيب عندنا حبه ميه بصل صغيرين كده ونعمل كده بايدينا بحيث ان هم ايه يبقوا منديين، بحيث لما انزل بيه على الرده يمسك. بص كده يا حماده انا عملت ايه اهو كده اهو اهو، بص مسك ازاي اهو. تمام يا باشا كده اهو. تاني مع حضراتكم والم كل البهارات اللي انا حاططها دي كلها واروح اعمل كده حبه ميه بصل بسيط جدا او حبه ميه عاديين، دي طريقه برضو عشان نخلي الرده تمسك معايا ما تبقاش سايبه. تمام اهو كل البهارات كلها بتمسك اهي. تمام واروح عامل كده ومبدل حاجتي كويس جدا بالرده بالشكل ده اهو. تمام يا فندم تمام. هروح واخدين الحاجات دي كلها كده كده اهو ورايحين على فين؟ على الفرن. نشيل بس كده ايه نوسع نفسنا ونروح على الفرن نسيبها اول الكلام. اتفضل بسم الله اه حركت تبلتي وظبطت الامور، حاجتك ممسوكه شايف اهو كل حاجه ماسكه بسم الله. والرز كده اهو في الفرن يكون سخن قبلها بكتير، يعني ما اجيش دلوقتي اولع الفرن واحط السمك هيبوظ مني اهو. تمام يا فندم واضحه كده معاك؟ نقفل الفرن ونسيبه يتعايش. طب نعمل الخلطه عشان ننساها، عشان لما الفرن لما السمك في الفرن يبدا يستوي نكون جاهزين ومظبطين الدنيا. الخلطه عباره عن ايه؟ بوله فاضيه، حبه ميه البصل اللي موجودين عندي، وعندي طماطم مبشوره، وعندي فلفل حار مفروم ماشي الكلام لحد كده، وعندي حبه كزبره على بقدونس حلوين كده، مع حبه شبت براحتك خالص ماشي الكلام، وحبه هريسه طبعا معلقه حلوه كده كبيره، وتعالى نبهر براحتنا برده سن البهارات من دول، بهارات سمك طبعا معلقه حلوه كمان حته، حبه ملح محترمين كمان حته ماشي الكلام، سنه كزبره لو حبيتي، سنه كمون ماشي الكلام، سنة شطة مش هتقول لأ، كل الكلام ده كله زي الفل. أروح جايب عندي حبة خل فنجان لطيف كده مع حبة ليمون زيهم تمام، وشكرا. مفيش زيت؟ لأ زي الفل احنا كده. أجيب عندي مضرب وأروح مقلب كل الخلطة الجميلة دي، شايفها عاملة إزاي؟ عايز أخفها أحط لها حبة مية، مش عايز أنا كده زي الفل برضو ما عنديش أي مشاكل. ريحتها عاليه قوي، كل البهارات والثوم وكل الحاجات دي كلها عايشه حياتها جواها. الفرسه اللي حطيتها دي كلها ثوم عشان كده ما حطيتش ثوم تاني، واروح اعمل ايه سايبها على جنب. دي هحط لها كمان شويه حبه ميه عشان لو حبيت اسقسق كده بعد ما اخد اول شويه في الفرن، اروق مكاني واخش في الطبق اللي بعده واحده واحده. نجيب عندنا بس بوله فاضيه ونلم كل ايه اللي وقع مننا ده. الطبق التاني اللي هشتغل فيه دلوقتي طبق سمكه حلوه جدا، سمكه ناس كتير جدا ممكن تكون ما بتشتريهاش لان رخيصه، انا بتكلم بكل صراحه، وفي ناس كتير جدا بتحبها قوي عشان خاطر ان هي عارفينها وفي منها احجام كويس قوي وبرده موفره في السعر وطعمها كويس قوي. اتمنى زمايلي ينزلوا حضراتكم دلوقتي على الشاشه فوائد سمكه الدراك عامل ازاي، ايه وضعه، ايه هو عباره عن ايه. اتمنى زمايلي ينزلوا دلوقتي لحضراتكم كل حاجه انا بتكلم عنها بفوائدها عشان تبقى عارفين السمكه دي فوائدها قد ايه. عايز اقول لكم ان فوائدها قريبه جدا من السلمون، فوائدها كويسه جدا 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 وسهله ومش غاليه، سمكيه لطيفه قوي هنتكلم عنها برده بالتفصيل. اتفضل ادي عندي قطاعه وادي السمكيه بسم الله، ادي السمكيه الدراك شايف شكلها عامل ازاي اهي. سمكيه في منها طبعا اكيد احجام اصغر من كده وفروزن وسعرها بسيط جدا. طيب هتعمل فيها ايه دي؟ والله انا عايز اقطعها واشتغل بيها، اتبلها وابدا كمان احمرها واعمل لها طاجن من غير صوص. هقطعها كده شايف الجزء اللي قد ايه يا حماده؟ مش كتير اهو شكرا. ادي السمكيه تمام يا فندم تمام. طيب كل السمكيه نشيل بقى الستور ده من هنا ونجيب نفس الطبق ده هو هو ونطلع فيه السمك بتاعي بالشكل دوت، كله متقطع نفس التقطيع على ما اعتقد زي ما حضراتكم شايفين منتهى البساطه.
حلو الكلام لحد كده احنا زي الفل. هركن كده على جنب الطبق ده وهبدا هعمل له خلطه. ايه الخلطه يا سيدي؟ الخلطه بتاعتي هجيب عندي كبه، تمام، وهحضر عندي حبه بصل وطماطم وتوم وفلفل حار. يلا بينا نعملها. ادي الطماطمايه وادي بصلايه مع فلفل حار والتوم، تمام يا حمود، وادي حبه الخضره بتاعتي كده اهو، ونبهر بالمره عشان ننساها برضو بحبه ملح وحبه بهارات سمك مشكلين حلوين فيهم كل اللي انا نفسي فيه كله، تمام. سنه شطه كمان، سنه كمون وزود، حبه كزبره ناشفه، وبرضو سنه من الحبشتكنات اللطيفه دي. ماشي الكلام؟ كلام جميل. ونعمل كده ونجيب عندنا هاند بلندر ونبدا نفرم. بسم الله. واحنا بنفرم نديها سنه خل عشان ايه تبقى لطيفه. ادي سنه الخل، وممكن كمان نديها سنه ليمونه ونضرب ونقص. تمام يا معلم، تمام، فرمنا كويس زي الفل. حلو الكلام ده، سيب الورقه دي هنشتغل بيها. هنجيب عندنا السمك اللي قطعناه، نوسع نفسنا كده ونوضح كل حاجه لحضراتكم بشكل بسيط. هنجيب عندنا الخلطه ونبدا نتبل السمك. نشيل السكين الاول عشان ما تعورش كده اهو. تبل السمكه بتاعتك شويه على قد ما نقدر، تاخد وتدي مع نفسها كده في قلب التتبيله ريحه الخضره تجنن في السمك. وطبعا الليمون ده مش هسيب، مش هرميه، والزعتر ده لو جرنش مش هيقولي لا، ده كله كده التبل زي ما حضراتكم شايفين بمنتهى البساطه، ونسيبها برده شويه. بعد كده هنبدا نجيب عندنا الدقيق، طبعا بهاره كمان دي بالمره، الدقيق، ونشتغل واحده واحده. حابب بس اوضح لحضراتكم الفكره ماشيه ازاي. تبلت السمك مهمه جدا، غير الخلطه اللي هعملها حشو مع الطاجن اللي هعمله. انا هعمل طاجن بسيط جدا بالخضار، بس الميل عندي او المني اساسي عندي هو ورق الكزبره مع ورق الكرفس. اتفضل يا فندم، اهو ده الكرفس وده الكزبره. هنفرمه بالمره واحنا شغلنا على النار، عشان عايز اعمل مرقه سمك من اولها لحد اخرها، او مرقه جمبري من اولها لحد اخرها. دي اللي بتاعت كنور اللي هنشوف بتتعمل ازاي. طيب ادي الكزبره الخضراء مغسوله غسله نظيفه، وادي الكرفس، ونيجي نعمل كده. هنشيل عندنا بس ايه العيدان اللي في الكزبره عشان كتير كده اهو، شايفه حماده، وناخد ده كده على جنب. العيدان دي نخليها على جنب، تنفع في حاجات تانيه. وهنا عندي هجيب عندي كل الحاجات دي كده واعمل كده. بسم الله. تمام، فرمه كده سريعا. ده هقلب بيه الخلطه بتاعتي اللي هشتغل بيها، وكمان هزود معاها البطاطس بقى وكل النمر اللي انا عايز احطها كلها في قلب الطاجن. طبعا انا بعمل ده كله عشان اعمل سمكيه مختلفه من طعم مختلف، من ريحه جديده، من حاجه تاكل يعني، ما بقاش برده شكل وخلاص. طبعا انا عايز اجيب اي سمكيه واعمل فيها كل الحاجات دي كلها براحتي خالص. انا كده فرمت، تمام الكلام. هجيب عندي بوله كبيره واطلع فيها كل الفرم ده كله بالشكل ده، تمام. حلو كده، كلام زي الفل. طيب هنجيب عندنا توم، بصل، وطماطم، والبطاطس. ادي الطماطم، وادي التوم شرايح، شايف يا حمود، تمام، وادي بصل شرايح برضو، وادي فلفل اخضر شرايح، ولو عايز طبعا اكيد حبه شطه، اكيد مش هيقولك لا، قرن فلفل في النص كده مش كتير، تمام.
والبطاطسايه دي كالعاده احنا بنبقى حاطين فيها ميه عشان ما تسودش، نصفيها واعمل كده عينيا حالا 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 كده اهو، اوسع نفسي واشيل حاجتي كلها وهرجع تاني حالا. يا علا هانم، السلام عليكم. اسف التاخير يا فندم، صباح الفل. اهلا وسهلا بيك. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله يا فندم. اخبارك انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ حضرتك طيب؟ تمام الحمد لله. تحت امر حضرتك. ممكن بس هم ليا طلبين. فأمريني مش طلب بس. ربنا يعزك يا رب. اول طلب عاوز اعرف طريقه الكوردن بلو. عينيا الاثنين. حاضر. تسلم عينك. حاضر. والتاني طلب اللي انا عملت البسبوسه ونشفت مني، عايزه بس اعرف ايه السبب. اوامرك. حاضر. اي خدمات تانية يا فندم؟ ربنا يخليك. صباح الورد على حضرتك. تحت امرك. ربنا يعزك. سلام عليكم. حاضر يا فندم. عليكم السلام. بشكرك جدا لاتصال حضرتك. طيب همسك دلوقتي البطاطس دي بقى والخضار ده كله وابدا اقلبه في بعض وابهره واجهزه لما احمر السمكيه بتاعتي، اكون مجهز عندي طاجن لطيف وابدا اشتغل واحده واحده. هنشوف واحده واحده. ادي عند الخضار بتاع الفريش كله. عندي هنا بقى مش هحط الباودر اللي انا فرمته او الحبهان والحاجات دي كلها، هحط القشر بتاعهم اهو. شايف القشر ده يا حمود؟ شايف القشر ده اهو؟ القشر ده ماشي الكلام. وهاجي عندي اجيب حبه بهارات سمك عاديين جدا من اللي انا فرمهم عندي، واروح واخد حبه من الخلطه اللي انا هشيب بيها او تبلت بيها. حلو الكلام. وراح ماسك الخضار كله بسم الله وراح مقلب كله مع بعضه اهو. خضارك، كرفسك، كزبرتك، كل الحاجات دي كلها انسي، انت بتعملي طعم حاجه كده يعني ما بتهزرش. طبعا دول مع حته نيفه يمشي، مع فراخ يمشي، مع لحمه تمشي. يعني الخلطه دي قصدي اقول لحضرتك من غير حاجه السمك ممكن نستخدمها بشكل برضو، يعني قصدي اقول لك الكرفس والخضار ده كله يمشي في حاجات كتير جدا مش بس بالسمك. ده كده جاهز للطاجن ان انا هقفله كمان شويه. طيب هتعملي دلوقتي بالمره؟ هجيب عندي السمكيه اللي اتبلت دي، اعتلها مثلا ربعايه مثلا، وطبعا مش ربعايه بس نقول يعني ربعايه عشان فيها سنه خل ما تهريش السمك مني. وراح اعمل ايه؟ جايب عندي السمكيه، بص يا حماده كده متبله، شايفها؟ اه، وش وظهر. وروح اعمل كده كده اهو، وعاملها برقه شويه لان هي ضعيفه طبيعه السمك كده عامه كده اهو اهو. وروح راكن على جنب وروح اعمل تاني كده اهو كده اهو، واروح لكن على جنب. ده التحمير يعني، خلاص ده كده يبقى جاهز على التحمير. والطاجن عندي جاهز برضو، شايف السمكيه؟ مفيهاش كلام. والله اراهن اي حد في الدنيا كلها لما الطاجن ده يتقفل ان حد يعرف السمكيه دي نوعها ايه. اراهنك هتقول لي انا اكيل سمك، انا اكيل مش عارف، اقول لك والله الاكل السمك دي بالذات مزاج. لو حضرتك عملتها او حضرتك عملتيها بمزاج كويس هيبقى الموضوع على مزاج قوي. عملتيها نص كم وهي احلى سمك في الدنيا مش هيبقى ليه طعم. يعني من الاخر كده السمك ملوش اسم، السمك ليه تتبيله، ليه خلطه، ليه مزاج. ما اتعملش صح شكرا، نعيد من جديد بقى المره الجايه الاسبوع الجاي. ليه بقى؟ لان احنا مش كل يوم بنعمل سمك. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا برضو عشان نبقى واضحين، السمك زي ما قلت لحضراتكم من زمان بقول نفس الجمله دي، السمك الوحيد اللي ما بيتبلش بعد ما بيطبخ. يعني ايه؟ يعني السمكايه من دلوقتي اللي ذاكر ذاكر، عملناها كويس تطلع زي الفل، عملناها اي كلام يبقى خلاص بقى ايه نسيبها شويه. طيب هنعمل كده بسم الله في زيت سخن لطيف وابدا احمر السمكايه بتاعتي. كده اهو. انا بحمر كل حاجه في السمكه. العب بس خلاص. السمكه هتتحمر، هنشوفها بحركم دلوقتي برضو كله واحنا شغالين في نفس الوقت. نشيل الحاجات اللي ملهاش لازمه قدامنا ونوسع نفسنا كده عشان نشتغل على نظيف. اتفضل كده اهو. نروق مكاننا، الحاجات اللي بتقع مننا دي نوسع كده واحده واحده عشان لما نشتغل في الطبق الجديد نحس ان احنا ما عملناش حاجه قبل كده. اتفضل يا سيدي. اتفضل يا فندم. شيماء هانم، صباح الورد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا فندم.
اهلا بيك استاذ علاء، انا فرحانه قوي 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 ان انا وصلت لحضرتك. احنا شرف لينا يا فندم. ربنا يخليك تحت امر حضرتك. اكلك عاجبني وكل حاجه في البرنامج بتاعتك جميله على جداً راسي جداً جداً. على راسي يا قمر بشكرك. ربنا يخليك يا رب. احنا كنا عايزين سؤال بس كده في اكل حضرتك. اموريني يا فندم. يعني طريقه حلوه كده الكوارع والكرشه والممبار والاكله دي. اوامرك اوامرك عينيا الاثنين. حاضر. اي خدمات تانية يا فندم؟ ربنا يخليك، بس انا هسيب رساله لحضرتك في الكنترول اتمنى توصل لك. عينيا يا فندم. ربنا توصل لك. اوامرك يا فندم. حاضر. عينيا الاثنين. اي خدمات تانية؟ صباح الورد. بشكرك جدا، شكرا جزيلا. طيب سريعا قبل ما اطلع الفاصل عايز اوريكم بس شكل السمك الحلو ده. هجيب بس منديل على السريع، مناديل المطبخ، ونبدا نطلع عليها الاول. تعالى لي كده يا فندم بعد اذن حضرتك اوسع لك. ده يمتص الزيوت اللي طالعه، بلس ان احنا بعديها بنعديها على خضار لو احنا هناكلها على طول. بسم الله. تعالى لي يا فندم، شايف المنظر؟ ما نزودش عن كده. انا هدخل طاجن، انا خدت بس ايه التسويه اللطيفه وروح بطلع كده على منديل حاجة تكون قدام عينيا. بص المنظر، سمك محمر بلدي جدا وبيتي جدا ومزاج قوي، واحده واحده يطلع يتصفى وبعد كده هبدا هعمل له الطاجن بتاعي. طب ما تعمل الطاجن وندخله الفرن ونطلع فاصل، انت ولا ايه رايك؟ انا امان الحمد لله، طول ما انتم معايا انا امان. اه باشا دقيقه واحده بس ودخل التليفونات اللي انت يعني ما عنديش مانع. انا باشا لحظه من اللحظات هدخل الطاجن في الفرن عشان انساه ويبقى براحتك بقى فاصل بتاعك براحتك زي ما انت عايز. الدنيا كلها يا عم حماده. الزيت ده خلاص خلصان، نشيله على جنب عشان ما يبقاش اكتر من كده. حلو الكلام. وهعمل ايه دلوقتي؟ ماشي، لحظه واحده يا حمودي، نشيل بس الدقيق اللي على البوتاجاز ده عشان ايه؟ اصل انا عندي يعني مشكله نفسيه لما بشوف المكان مش نظيف، بحس كده ايه ان الدنيا فيها حاجه غلط. طيب طاجن لطيف ماشي، بلاش طاجن من الاشكال الحلوه دي، خلينا نجيب طاجن بلدي. طاجن بلدي ماشي اتكلم. وهنجيب عندنا مكعبين زبده، مكعبين زبده حلوين كده ماشي يا عم حمودي. وهنجيب عندنا الخضار بتاعنا بالمنظر ده، نص هنا كده، شايف المنظر ده اهو كده اهو ماشي الكلام. ونيجي هنا نجيب مساك لطيف ونيجي ناخد السمك اللي احنا مسويينه دلوقتي مع حضراتكم. بص يا حمود اهو لك السمك مش مستوي قوي يعني لسه فيه. تمام كده يا فندم، هنسيب دول في الوش ونجيب عندنا بقيه الخضار ده على وش السمكه بالشكل ده اهو، ونساوي بالشكل ده كده اهو، ونكمر حاجتنا كده ماشي الكلام. كده الطاجن خلصان. هناخد ايه الطاجن؟ حبه ميه صغيرين. والمية دي انا هجيبها من الخضار اللي موجود عندي. شايف يا حماده بعمل ايه؟ تمام يا فندم تمام. ومكعبين زبده كمان على الوش. لو حابب بقى كمان بالمره حط عندي دي للسمك اللطيف الشياكه ده يجرنش، تاكل تاكل برده ما تاكلش، ادينا عملنا يعني شكل لطيف ويلي نفس الموضوع. تمام كده حمودي تمام. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب عندنا ورق ألمونيوم ونكمر وندخل الفرن ونسيبه يعيش حياته ويقعد لحد إن شاء الله آخر الحلقة. اطلع فاصل.
يا اهلا بيكم مره تانية مع الام هنيه. طيب قبل الفاصل كنا احنا عاملين طبقين، الطبق الاول كان السمك المشوي بالرده دخلناه الفرن، الطبق الثاني كان السمك الدراك عملناه بصينيه البطاطس او طاجن البطاطس وعاش حياته في قلب الفرن. دلوقتي هنخش نعمل حبه مرقه حلوين ونسيبهم يغلوا مع نفسهم عشان نعمل الرز بتاع كنور كمان شويه، يكون المرقه عندي جهزت وعندي الجمبري وعندي حاجتي كلها. طيب قشر الجمبري، انا عندي مثلا ربع كيلو جمبري، ماشي يا حماده؟ اشيل لك الحاجات دي، وده بتاع اللي في السمك اللي في الفرن، تمام كده. كوبايه رز، قشر جمبري، والجمبري بتاعي، وعندي بصلايه، ليمونايه، كرفس، فصين توم، والكرات. واضحين يا فندم؟ هنجيب عندنا حله، بسم الله، سخنه، نحط الاول القشر ده. حضرتك انا بس بوضح مرقه تبقى معايا لو حبيت تعمل بيها اي حاجه في الدنيا، ماشي الكلام. وهجيب عندي معلقه وابدا اقلب. وهعلي النار الناحيه الثانيه على الرز بقى، ما هو انا المرقه حاجه والرز حاجه. الرز المصري بتاعنا للسمك ما ينفعش يكون ابيض ساده، لازم يكون رز صياديه محمش كده، محمر كده، دي طعمه كويس. اديله معلقه صلصه طماطم، بصلايه متحمره، قرن فلفل في النص، يا سلام، مع حبه الجمبري المتشوحين، اكيد دي حركات. هنعمل ده ونعمل ده واحده واحده. سنه زيت على قشر الجمبري يطرقع بس كده معايا اهو، سامع الكلام؟ اهو اهو، انا ما بقولش حاجه غير ما تكون بتحصل ان شاء الله يعني. ادي قشر الجمبري اتشوح معايا، اسرع حاجه في الدنيا. هنزل عليه على طول بالبوكي جرنيه بتاعي بالشكل ده، مع نفس زي ما هم كده، وتقلبوا مع بعض شويه، ماشي الكلام. وواحده واحده عايز احرقهم شويه والسحهم سنه، ببص على لو عندي شالوا الشباب، كان ممكن احط معلقه دقيق لو حبيت تحرق شويه معايا الامور، بس ممكن البديل ليها معلقه صلصه طماطم اهي، برده من بتاعه كنور لو حضراتكم شايفين اهي، معلقه حلوه كده خليها محمره معايا. وهبدا اقلب بالشكل دوت اهو، ماشي الكلام. واروح اعمل ايه؟ جايب عندي ميه عاديه، بسم الله، وسايب الكلام ده كله يعيش حياته مع نفسه، انساه، تعمل ايه؟ انساه خالص كده، شكرا، خد كل اللي نفسه فيه ونسيبه يعيش حياته. البصلية دي انا محمرة من شوية، هبدأ اعيد عليها كمان الشغل داني. تعال بقى نشوف اللي في الفرن اللي احنا عملناه اول طبق. اتفضل. بسم الله بسم الله، الله اكبر. اتفضل يا فندم، ادي السمك المشوي اللي بالردة، ماشي الكلام. نجيب لوش عشان نحط عندنا تمام. يا حمود شايف كل حاجة انت ولا مش شايف؟ تعال نجيب السيرفيس اللطيف ده. نعم، مش كده، نجيب عندنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. انت فين يا حمود؟ انا مطلع كل حاجه قدام حركة يا فندم. ادي السمك المشوي في البيت اهو اهو، حضرتك حط كده السمكيه بتاعتي الكامله اهي، وعلى ده كمان انا حاططها على البلاطه بتاعت اهي الفرن اهو يا فندم، الفرن، البلاطه بتاعت الفرن، مش حاطط صينيه ولا صاجه اهو، وش وظهر اهو. بصلايه حلوه، طماطميه معاها وماله، حاجات بيت كلها بسيطه قوي، قرن فلفل حلو كده حمش برضو ياكل اهو. كل ده كله حضرتك عملتيه في فص توم، ماشي. ندخل الفرن بقى او نشغل سنه الهواء دي، ده انا من الانتاج هتيجي تبلغ عني الحكومه، بعمل لهم عفره كل يوم. عملنا السمك المشوي يا فندم، تمام اهو، تمام. نعمل ايه بقى تاني؟ خلاص سوينا وظبطنا، بسم الله، تبلتك على الوش اللي احنا عملناه، سامع الطش في التتبيله؟ سامع اهو، شكرا، بلاش تجويد اكتر من كده، احنا كده زي الفل، احنا في نعمه، ما كملناش دلوقتي الساعه 2 وربع اهي ولا 2 وثلث، احنا بادئين مع حضراتكم في
معادنا واحدة ونص، عملنا مثلا واحدة ونص وخمسة اتنين الا تلت واتنين وتلت، يعني ما كانش نص ساعة. نمسح بقى حوالين الطبق ونطلع على المائدة. طبق في منتهى البساطة، أنا عن نفسي بعشق حاجة اسمها سمك مشوي بس البوري، ما بعرفش شكله جنيس وقروس وحاجات دي، حلوين وجمال وزي الفل. هو البوري بتاع كده، هو البوري شغلانته دي، يعني هو ما بيتحمرش سمكية وصواني فيها مش جامدة، أنا صريح الصواني فيها مش جامدة، أما هو كده زي العسل. طيب بلاش تجويد بقى، أصل أنا لو قعدت قدامها هقعد أشتغل عليه. تعال نطلع بيه على المائدة على طول لحضراتكم. أول طبق سمك المشوي الردة، أكيد لازم أن يكون معايا حبة خلطة زيادة أهو، حبينا نسقسق زي الفل. طبعا السمك المشوي ده اللي بيحب يعمل دايت واللي بيحب ياكل أكل خفيف ده يمشي معاه في كل حاجة، حلو الكلام؟ طيب بصلايا المحمشة دي أو المحمرة دي سخنت معايا، أزود لها من عندي مكعب زبدة، واجيب عندي كوباية الرز المصري بتاعتي وابدا انزل اقفل بقى حاجتي كلها واحدة واحدة اهو. ادي كوباية الرز واقلب الرز مع البصلاية المتحمرة اهو. تمام نعم يا أميمة هانم، صباح الورد والياسمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم، ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب وانت طيبه وبخير وسعاده يا رب دايما، والمشاهدين كلهم بخير يا رب. ربنا يعزك يا ماما هانم، ربنا يخليكي. انا بس كنت محتاجه يعني الاول اشكرك على الاكلات اللي حضرتك بتعملها لنا والتقديمات الجميله اللي احنا كلنا بنتعلمها منها. ده من ذوق حضرتك يا فندم. انا بس كان عندي مشكله كبيره جدا جدا جدا، انا هبلغها يعني في الكنترول، عندي مشكله طبيه. تمام. دي كبيره جدا جدا جدا، كنت محتاجه حضرتك. عليا يا اميمه والله لو في ايدي حاجه ما هتاخر معاك والله. يقف جنبي وانا هبلغها في الكنترول. بشكرك باحترامك وادبك واخلاقك يا اميمه هانم. حاضر. شكرا. عليا الاثنين، يا رب ان شاء الله يقدرنا نحاول نساعد حضرتك. حاضر يا فندم. ربنا يا رب يشفيك ويشفي كل اخواتنا ويشفينا جميعا يا رب. اشكرك جدا لاحترامك ومكالمتك البسيطه. تمام. وانا شغال بقلب في الرز جبت عندي مكعبين بتوع كنور فاين فودز الخضار، فرمتهم زي ما حضراتكم شايفين كده، وهعمل كده وراح واخدهم على فين؟ على الرز بتاعي. حلو الكلام؟ خضار ساده عشان لو حطيت طعم الجمبري يبان، ركز معايا في اللي جاي ده بقى، ما هو رز لازم يتعمل مرقه. طيب انا برضو بطعم اكلي، فهو ده واحده واحده كده اقلب مع الرز مع مكعب الزبده مع مكعبين مرقه كنور الخضار، ما بلعبش باللحمه والفراخ طبعا طول ما احنا بنعمل سمك، وبقلب كويس حاجتي كلها اهو منتهى البساطه كده اهو. تمام. الرز يسخن بس سيكه كمان ونبدا نقفل عليه. طيب تعال نخش على الطبق الاخير اللي هو بتاع كل الشباب او اي حد في الدنيا يحب نت، خلاص الفرن كده متشكرين، ونسيبه كمان شويه كده يهوي مطرح السمك عشان لو بكره تلات طبعا ان شاء الله يكون عندنا اكيد اكل تاني غير السمك، ما بقاش الفرن زفر، انا بقلب بكل وضوح. طيب هعمل حبه سي فود باستا لطاف جدا منتهى السهوله، زيت عباد شمس الاول او دوره كده اهو، واشوح فيهم الاول بصلايه بسم الله، معلقه لطيفه اقلب البصله مع فص ثوم، عينيا الاثنين، حاجه كريمه من القاهره. صباح الورد يا ماما. الو سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سلام عليكم يا حبيبي، ازيك يا ماما عامله ايه؟ الفل الحمد لله يا رب دايما تكون الفل. الله يخليك، اكلك جميله قوي يا رب يبارك لك. كل ما اسمع الوصفه انا بعملها. ربنا يخليك يا ماما ويديك الصحه يا رب، ويخلي لك اولادك ويبارك لك فيهم. الله يخليك يا ماما، ربنا يحفظك. اطلب منك طلبي، اطلب منك طلبي. نوريني يا ماما. الامر لله، نفسي اطلع عمره يا رب. ربنا يديك الصحه وتطلعي ان شاء الله يا رب. عينينا يا ماما، بس سجلي اسمك بس في الكنترول مع زمايلي، ما تحرمش منك ويبارك في اولادك ويبارك في حياتك. ربنا يخليك يا ماما ويديك الصحه يا امي، ربنا يخليك. بشكرك جدا، شكرا جزيلا لامنا. حاضر، سجلي اسمك بس مع زمايلي في الكنترول وان شاء الله دعواتكم. طيب حطيت البصلايه مع فص ثوم شوحتهم لسع وسنه، انا هعمل شويه طماطم، ونزلت عندي بالخضار خدت تشويحه السمك زيهم بالظبط او القشر البياض اللي عندي مع الجمبري مع كل الحاجات الحلوه دي كلها، واروح عامل ايه؟ جايب عندي عصير طماطم فريش وعامل كده بسم الله، العب. وروح كمان جايب عندي معلقه صلصه طماطم بسيطه كده اهو في النص اسبك حاجتي، ماشي الكلام. وجايب عندي كمان مكعب مرق، انا بعمل صوص يتاكل
ويبقى زي الفل. هنا عندي خلاص الرز ده تمام. نبدا دلوقتي نعمل ايه في الرز؟ نشربه. نشرب الرز، هنجيب عندنا المرقه ونجيب عندنا مصفه ونعمل كده. بسم الله. شايف المنظر حمود؟ انت اللي كبير والله. اتفضل جاهز، يلا بينا. بسم الله. شرب الرز بالمرقه ونوطي النار. شكرا شكرا شكرا. طب الجمبري اهو، ده الجمبري يا فندم، ادي الجمبري بتاعنا على وش الرز في اخر غلوه وهو بيتقلب بالشكل ده. لم كل الجوانب ونوطي النار على اخر درجه ونسيبه يتعايش. شكرا عليك شكرا. نرجع ليه صوص الطماطم. حلو الكلام ده، كلام جميل. كنا عايزين نحط هنا مكعب مرقه عشان نقفل الصوص ونديله بهارات عاديه جدا من بتاعتنا، اللي هي مثلا زي ما احنا قلنا سنه شطه، سنه كمون، سنه ملح، اي بهارات بنحبها. مكعب واحد بس عشان عصير الطماطم او صوص الطماطم يتسبك يبقى فيه نفس كويس. اقلب حاجتي كويس كده اهو. شايف السيفود عامل ازاي جوه؟ ما هريتوش من التقليب. خضري كله هياخد ويدي مع نفسه مع عصير الطماطم الفريش بتاعي، وكله مع بعضه بالشكل دوت. وتعالى نبهر بالمره عشان ننساه ونوطي النار عليه ما يبقاش متصربع عين عليه كده اهو. وسنه ملح بسيطه، وسنه كزبره ناشفه، وسنه كمونه، وسنه بهارات سمك. ونقلب تقليبه لطيفه ونغطي ونوطي النار على درجه تكون بسيطه. والله انا من شويه افتكرتها، كانت مدام كريمه بتتكلم معانا افتكرتها بتاع كريمه اسكندريه. فلما انت قلت لي كريمه بتاع القاهره فقلت كريمه من القاهره. دلوقتي معانا كريمه من اسكندريه. ازي حضرتك؟ طبعا انا عايزه اقول لك وي، انا عايزه اشكرك بجد. اكمل بقى وي وي، لاني انا عندي يوسف دلوقتي دايما دايما في المطبخ بيقف يعمل زيك بالظبط. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظه لك يا فندم. طبعا انا بشكرك وبحييك، وانت عارف انت غالي عندنا قد ايه. ربنا يعز حضرتك يا فندم. انت غالي عندنا للشعب المصري كله شكرك. وحتى الدول العربيه. اشكرك يا فندم بجد والله العظيم. شكرك. انا بحييك وبشكرك على امانتك اولا. انتوا اغلى واحلى، ربنا يعز حضرتك يا فندم. ربنا يخليك. اولا امانتك ان انت ما بتخبيش اي حاجه، دايما كل حاجه بتقولها بمنتهى الامانه والثقه. شكرك لذوق حضرتك يا فندم. يعني واحترامك لنفسك اولا دوت احنا واصلنا. وعايز اشكر كمان طبعا الاعداد والاخراج للبرنامج المحترم. شكرك. اللي بجد ثابت وجوده. ربنا يخليك. وعايزه طبعا التتبيله الجميله اللي انت عاملها دي، يا ريت تعيدها لي. انا واحده فيه يا فندم. اللي هي بتاعت الدراك. عينيا الاثنين حالا. وكمان عايزه احييك بمناسبه ان حضرتك طبعا من يومين كانت في الست الفاضله اللي اتكلمت عن موضوع الريهام واحنا معاها، وانا بحييك جدا جدا ومعاك قلبا وقالبا في كل كلمه انت قلتها. بشكرك. فحاولت ان انا ادخل كام يوم لكن ما عرفتش، بس بجد النهارده انا بشكرك يا شيف علاء وبقول لك تسلم وتعيش. انسان واخ وراجل ومحترم. ربنا يخليك. انت وكل اللي موجود. ده من ذوق حضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم مدام كريمه من اسكندريه، شاركت البرنامج ومعانا من زمان وناس محترمين. يا رب دي معروف ما بيننا دايما، هو اللي ما بيننا دايما يكون معروف واخويه. والصراحه دي ما هياش يعني انا اسف ميزه، يعني الصراحه دي المفروض احنا يعني انا هتكلم عن نفسي، انا بشتغل على الهوا، فهوا يعني ما فيهاش هزار. ولو انا جاي النهارده اتخابس يعني اتخابس عليكم ليه؟ او ان انا اعمل حاجه غير الصراحه ليه؟ يعني انا بقى الصراحه بتاع اكل في الاول وفي الاخر، انا اسف انا بتاع اكل. ف الاكل بالذات ما فيهوش حوارات كتير وما فيهوش حاجات تكون ليها علاقه بالفيك شويه، او ممكن تكون ليها علاقه بالتمثيل الشخصي اللي انا بقف عمال اعمل كذا. مش كان عالم اللي بيعمل كده، ولكن كل حاجه بتوصل لحضراتكم. اتمنى يا رب اهم حاجه بس نكون دايما عند حسن ظن حضراتكم ان شاء الله. طيب انا عندي فاصل صغير جدا، هطلع فاصل ان شاء الله نرجع نقفل بقى اطباقنا كلها. مش ده انت عايزه؟ صح كده؟ نطلع فاصل. اتفضل. شوف انا قد ايه كويس اهو. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل احنا الحمد لله خلصنا اول طبق سمك المشوي، طاجن السمك الدراك جوه في الفرن، وعندي الناحيه دي الباستا كمان شغاله، وعندي الرز شغال. هنعيد او هنتكلم على الاسئله اللي جاوبنا عليها، اتسالنا عليها نجاوب عليها. طبق الدراك ده جبنا السمكيه قطعناها جزل، تبلناها بتتبيله حلوه جدا، مثلا فيها توم، فيها كرفس، فيها كزبره خضراء، فيها شبت، فيها كمان ملح، فيها ليمون، فيها توم، فيها هريسه،
والتتبيله تبلناها، ممكن تحط طماطمايه زي ما حطيت او لا. تمام، عفرناها بالدقيق، حمرنا وركبنا على جنب. جبنا طاجن حطينا فيه بطاطس، ورق كرفس كتير، ورق كزبره كتير، قلبنا البطاطس مع الطماطم مع الفلفل مع كل الخضروات اللي حضرتك بتحبيها، قلب كله مع بعضه ومكعبين زبده وبهارات مشكله وكله مع بعضه وحبه ميه ودخلوا الفرن يعيشوا حياتهم. طيب في تليفون جاني من شويه، التليفون ده هي قالت انا هتكلم في الكنترول لان هي مكسوفه تتكلم، وهي امانه قامتها لنا قالت ان انتوا تقولوها على الهواء عشان هي عندها مشكله كبيره جدا. هي ست بقى لها 20 سنه ربنا ما اطعمهاش بالخلفه، وبعدين ربنا اطعمها بتوأم، فالتوأم جم الاثنين يعني ملحومين في بعض، بتكلم بكل وضوح. فعايزه تعمل عمليه، فالعمليه دي عشان تنجد عيالها، في واحد منهم عايش والتاني ربنا يرحمه يا رب يعوض عليها. العمليه دي هتكلف 18000 جنيه بس، 18000 جنيه بس، تحتيها 50 شرطه كده البس دي. 18000 جنيه دول قصاد حياه طفل، زائد قصاد واحده واحد بقى لهم 20 سنه ما عندهمش نعمه الانجاب، ويوم ربنا كرمهم شاءت الظروف والحمد لله. طبعا اكيد ان الموضوع دلوقتي فيه مشكله في العمليه، فهي قالت بلغوا الشيف انا ما رضيتش اقوله على الهوا، فلو سمحتوا خليه يقول على الهوا بحيث لو قال ممكن حد يتبرع بثمن العمليه ويبقى عندي طفل وربنا يعوض على اللي فات وربنا يجعله في ميزان حسنات الناس التانيين. واكيد لو هي عندها فلوس مش هتعمل كده، واكيد اللي هيدفع لها الفلوس هيتكلم وهيبحث عنها او هيروح المستشفى بنفسه او هيبقى موجود ويكسب الثواب بجد، يبقى شايف الامور. نبدا نعتبر الحاجات دي بتبقى ما هياش هزار، الحاجات دي بتبقى يعني اي حد في الدنيا يقدر يعملها وهو قاعد في البيت بتليفون تك، العمليات عملت الصبح. فده اللي احنا عايزينه النهارده اول اسبوع، اتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في خلال اليومين دول الست تعمل العمليه دي. نعمة الإنجاب دي نعمة من عند ربنا، مفيش حد في الدنيا يعني كلنا عارفين قيمتها. 20 سنة ما خلفتش، ويوم ما خلفت جت لها مشكلة في كده، فأتمنى الرسالة وضحت لحضراتكم من غير ما أقعد أكلم وأعيد أزيد في الموضوع. أتمنى لو حد يقدر يساعدنا في القصة دي يعني يبقى شاكرين. أنا كنت لسه بتكلم الخميس بقول يا جماعة العمرات. يعني يا جماعة الناس نفسها تطلع عمرات وزي كل سنة. فالنهارده جت حاله جديده، اكيد يعني دي حاجه ودي حاجه، بس طبعا دي فيها حياه او موت. العمره ممكن تتاجل، اما الطفل بعمليه لا يعيش لا يموت ما ينفعش يتاجل، كله بايد ربنا سبحانه وتعالى. فتعالوا كده نعمل اي حاجه الاسبوع ده ونخلي الست دي تعمل العمليه، ونبادر باي حاجه نعمل اي حاجه، المهم الست دي تعمل العمليه. وانا ما اعرفهاش، وياما جت لي مكالمات والناس بتبحث وما تبقاش مظبوطه، احنا نشوف والله تمام نعملها لها، مش تمام ما تعملوهاش. يعني انا بتكلم معاكم بالحاجتين، الحاجات دي الواحد بيعملها لله، يقعد له حد عارف، احنا لسه كلنا على باب الله، حدش عارف بكره في ايه، لو في ايدي حاجه اقدر اساعد بيها حد هتشلي، مش في ايدي اديني قلت وشكرا. لو عملناها هيقعد لنا، هيقعد لي ويقعد لحضرتك وحضرتك وحضرتك، والموضوع بسيط. هي ب 18000 جنيه مش ب 800000 جنيه او مش ب 80000 جنيه او مش يعني رقم مش مبالغ فيه، ده المقصود من كلامي. 18000 جنيه دول ثمن موبايل، موبايل النهارده ايفون 6 ولا 7 ولا مش عارف ايه ب 20000 جنيه، انا بتكلم بوضوح بس. لو بلغت ربنا ان شاء الله يجعل للناس صابه، والله العظيم الموبايل ما جيش مش عارف ايه دلوقتي، اسمعوا مني. طيب الرز خلصان، صوص الطماطم بتاع الباستا اكيد خلصان ان شاء الله. شايف الباستا عامله ازاي؟ اهو شايف المنظر؟ مكرونتي يا اما احطها هنا واقلب عليها، يا اما احطها هنا كده اهو. بص المنظر ده يا حمود، يلا بينا الصوص. بسم الله ما شاء الله، بس انا عايز اديله حاجه برده من عند تاتش كده وحبينا، يعني لو عندنا ما عندناش مش مشكله، بس انا بحب دايما الريحان يخش في الاكل. بص معلقه الريحان دي عامله ازاي، بزيت الزيتون بتكسر اللون وبتخليه في حته ثانيه خالص. اهو العب للي ملوش في كل الكلام ده كله. النهارده طبق باستا سي فود لطيف بس بصوص طماطم، ولازما يتاكل لا اما بالريحان او اكيد تكون سبايسي شويه، صح يا فندم؟
اهو بسم الله. تلعب يا حمود اهو، شوف المنظر. كنت ممكن اقلبهم مع بعضي وبراحتنا يعني، انا استقطبت الصوص بيني وبينكم وانا قلت اقلب مع بعضه، بس لما انا دلوقتي عملت كده لقيت ان الصوص طلع مش كتير على كيس المكرونه اهو. جرنش لطيف معاك قد ايه يا فندم عشان تختم، عشان ما تجيش تقول اخرتنا. دقيقه وماله. منديل لطيف نمسح كل الحركات. يلا كده اهو. تمام ده يطلع على طول الطبق الثاني لحضراتكم. وعندي الطاجن ده، الله 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 اكبر، نطلع بيه حالا على الطبق اللي هناك على المائدة. بسم الله. جاهز يا باشا؟ اتفضل يا سيدي. ادي سمكية الدراك، شايف المنظر؟ انت فين؟ انا اهو سبتها يا باشا، هي بتتكلم عن نفسها بلاش رغي عليها كتير. دي نجيب طبق الرز سي فود او بالجمبري، اهو. ايه رايك في حبه الرز دول يا حمودي؟ تعالى كده يا باشا، انت فين؟ ادي حبه الرز يا فندم اللي احنا عملناهم مع حضرتك، وفي الحله وكل حاجه. انا احب الوضوح. دول اللي مقدمين لحضراتكم النهارده من كنور فاين فودز، رز بالجمبري. اتفضل. هو الرز ده اللي بينومني بقى، عارف انت لما اكل رز وتاكل اكل سمك يقول لك انا نمت بعديها، يبقى قابل الرز بصلايه مش من الجمبري ومش من السمك. والله خلي الطبق شكله حلو، ليش الطبق شكله كده مش عارف ايه. نديل سؤالنا ونغرف على طول. معاك ربع دقيقه بتقول يا باشا؟ ما خلاص ما نختم، انا قلت لك انا هجيب مخده وانام، ما انا هختم لك الحلقه. انا لسه يومنا طويل واحنا لسه ما اشتغلنا، لسه عندنا شغل بعد الهوا. انت ليه حسيت ان انا بقول لك انا عايز الكوفرت عشان اريح؟ ما انا همشي انا كمان معاك اهو يا سيدي. اتفضل يا سيدي اهو. خلاص دي تالت اكلتنا، اكلة سمك كل يوم اتنين زي حضراتكم شايفين، بسيطة جدا وسهلة. سمك مشوي، رز بالجمبري ده من كنور زي ما اتفقنا، باستا اللي ما بياكلش طواجن، والطاجن فيه سمكة حلوة جوه متحمرة مع البطاطس مع تشكيلة البهارات اللي حطيناها والكرفس. دي كانت حلقتنا بكرة إن شاء الله لو لينا عمر، بكرة التلات يوم الشعبيات. تعالوا بكرة إن شاء الله نعمل أكلة حلوة وربنا يكرمنا إن شاء الله في موضوع ال 18,000 جنيه ثمن الموبايل للطفل اللي عايز يعيش. السلام عليكم.